السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، وبنبتدي مع بعض حصة جديدة من مادة الكيمياء، وبناخد مع بعض النهاردة كمالة أو تكملة الباب الرابع اللي هو الكيمياء الكهربية، وبناخد الجزء اللي باقي منه اللي هو تطبيقات على عملية التحليل الكهربي. التحليل الكهربي زي ما اتفقنا قبل كده ان هو بيتم فيه الخلايا الجلفانية الالكتروليتية او الخلايا التحليلية، ومراجعة سريعة على الخلايا التحليلية. قلنا انها خلايا او انظمة يتم فيها تحويل الطاقة الكهربية المستمدة من مصدر كهربي خارجي الى طاقة كيميائية. قلنا كمان ان التفاعل اللي بيتم في عمليات في الخلايا التحليليه هو تفاعلات اكسده غير تلقائيه. قلنا كمان ان الانود في الخليه التحليليه هو القطب الموجب الذي يحدث عندها عمليه الاكسده، والكاثود هو القطب السالب الذي تحدث عندها عمليه الاختزال. طيب هنستخدم عمليات التحليل الكهربي في ايه؟ احنا في الخلايا الجلفانيه استخدمناها في انتاج الطاقه الكهربيه، ولكن الخلايا التحليليه او الخلايا الالكتروليتيه هنستخدمها في ايه؟ عندنا 3 تطبيقات على الاقل لاستخدامات التحليل الكهربي او الخلايا التحليليه. اول هذه التطبيقات هو عمليه الطلاء بالكهرباء، والتطبيق الثاني اللي هو زي ما احنا شايفين كده مع بعض في الصور اللي هو استخلاص الالومنيوم بالتحليل الكهربي لماسور البوكسايت وتنقية المعادن من الشوائب. في الطلاء بالكهرباء بيبقى عندي معدن، هذا المعدن بيكون معدن رخيص، بيكون قابل للصدأ، بتكون قيمته الاقتصادية منخفضة، فبطلب معدن آخر أو بغطيه بمعدن آخر أو بطبقة رقيقة من معدن آخر أكثر منه في القيمة الاقتصادية وفي نفس الوقت غير قابل للتآكل، عشان كده بيكسبوا مظهر لامع وبيرفع من قيمته الاقتصادية ويحميه من التآكل. في عملية تنقية المعادن من الشوائب بيبقى عندي فلز في مجموعة من الشوائب، فبيقلل من مثلا درجة توصيله الكهربي، فبضطر ان انا انقي هذا الفلز عشان اقدر استخدمه في اغراض التوصيل الكهربي المرتفع. عندنا كمان استخلاص الألمونيوم اللي هو كيفية الحصول على فلز الألمونيوم في الصناعة زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي على الشمال. طيب تعالوا نبتدي مع بعض كده بأول تطبيق عندنا اللي هو الطلاء بالكهرباء. وعملية الطلاء بالكهرباء زي ما قلنا الغرض منها هو تغطية فلز رخيص بآخر ثمين، والطبقة اللي أنا بغطي بيها بتكون طبقة رقيقة، وده بهدف 3 حاجات. أول حاجة حمايته من التآكل، تاني حاجة إكسابه مظهر جميل ولامع، تالت حاجة رفع قيمته الاقتصادية. زي ما احنا شايفين كده أهو عملية الطلاء بالكهرباء، عملية تكوين طبقة رقيقة من فلز معين على سطح فلز آخر ولحمايته من التآكل وإكسابه مظهر جميل ولامع، والغرض من كده هو إكساب الفلز مظهر جميل ولامع، حماية الفلز من التآكل، والحاجة الثالثة رفع القيمة الاقتصادية لبعض الفلزات أو المعادن الرخيصة بعد طلائها بفلزات أخرى نفيسة. يعني أنا عاوزكم تتخيلوا معايا كده قطعة من الحديد مثلا معمولة زي ما احنا شايفين كده أبري، أو معمول منها مثلا ميدالية، أو معمول منها معلقة أو شوكة أو أي حاجة كده. هل حد هيقدر أو حد هيروح يفكر يشتري حاجة زي كده؟ طبعا مستحيل. إنما لو أنا رحت جبت قطعة الحديد ده أهي أيا كانت هي إيه، ورحت مغطيها بطبقة من الفضة أو بطبقة من النيكل أو بطبقة من البلاتين او بطبقه من الذهب، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هيبقى لها مظهر لامع، هتلفت نظر اللي هيروح يشتريها، في نفس الوقت مش هتصدي، مش هتتآكل، في نفس الوقت الحاجه اللي كانت حديد دي ما كانش حد هيفكر يشتريها حتى ولو كانت سعرها رخيص، ولكن لما هتتغطى بمعدن اخر نفيس هتبتدي
يبقى سعرها له قيمة أو يبقى له قيمة عالية. طيب تعالوا نشوف مثال على طلاء ملعقة من الحديد بطبقة من الفضة. زي ما احنا شايفين كده في الرسمة اللي على الشمال، احنا بنعمل ايه؟ بنروح نجيب اناء، وهذا الاناء هنكون فيه خلية للطلاء، خلية تحليلية. اول حاجة في الخلية طبعا البطارية او المصدر بتاع التيار الكهربي، وبعدين هنوصل القطب السالب للبطارية بالجسم المراد طلاؤه اللي هو الملعقة المصنوعة من الحديد، والقطب الموجب للبطارية هنوصله بساق من الفلز المراد الطلاء بيه. انا هنا في التجربة اللي قدامي عاوز اطلب الفضة، يبقى انا هنا هوصل ساق من الفضة. طب لو عاوز اطلب اي حاجة تانية يبقى احط هنا ساق مثلا من الذهب، لو عاوز اطلب الذهب احط ساق من النيكل، لو عاوز اطلب النيكل وهكذا. وبعدين بنحط الاثنين او بنغمس الاثنين في محلول توصيل الكتروليتي يحتوي على ايونات الفلز او المعدن المراد الطلاء بيه. انا هنا بطلب الفضة، يبقى هيبقى المحلول بتاعي محلول نترات فضة عشان خاطر يحتوي على ايونات الفضة. طب لو عاوز اطلب طبقة من الذهب هيبقى المحلول بتاعي فيه ايونات الذهب، يبقى احط مثلا كلوريد ذهب او كبريتات ذهب. عاوز اطلب النيكل يبقى احط برضو كلوريد نيكل او نترات نيكل او كبريتات نيكل، اي حاجة كده. طيب يبقى اذا الخلية بتاعة الطلاء بتبقى بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على الجسم المراد طلاءه متصلا بالقطب السالب للبطارية. طيب قولوا لي كده في الحالة دي هيعمل هذا الجسم كأنه، برافو عليك، وهيبقى هو الكاثود او القطب السالب في خلية التحليل الكهربي. والقطب الموجب للبطارية هنوصله بساق من الفضة اللي هو هيعمل كأنه خلاص هيحصل عنده عملية الايه؟ الأكسدة. تعالوا نشوف كده شروط عملية الطلاء. أول حاجة يوصل الجسم المراد طلاءه بالكاثود، يوصل الأنود بالفلز المراد طلاءه، طبعا الكاثود هنا المقصود بيه اللي هو كاثود البطارية، والأنود اللي هو الموجب بتاع البطارية يوصل بيه الفلز المراد طلاءه، وبنحط الاثنين في محلول توصيل الكتروليتي يحتوي على أيونات الفلز المستخدم في عملية الطلاء. إيه اللي هيحصل عند الأنود؟ هيحصل عملية أكسدة. أكسدة لمين؟ لذرات الفضة الموجودة على الساق. ذرات الفضة الموجودة على الساق هتبتدي تدوب في المحلول على هيئة أيونات فضة وتفقد إلكترون، يبقى هنا هيحصل عملية الإيه؟ عملية الأكسدة. طب أيونات الفضة دي هتروح فين؟ هتنجذب ناحية القطب السالب أو الكاثود اللي هو الملعقة أو الجسم المراد طلاؤه المتوصل بالقطب السالب للبطارية، ويبتدي يحصل عنده عملية اختزال اللي هو هنسميه تفاعل الكاثود، وهيبقى عندي ايونات الفضه هي اللي هتكتسب المره دي الالكترون من الكاثود او القطب السالب بتاع البطاريه ويديني ذرات الفضه، فتقوم الملعقه هنا تتغطى بطبقه من الفضه. طيب البطاريه اللي انا موصلها هنا جهدها بيساوي ايه؟ طبعا جهدها هو الجهد الأعلى قليلا من الجهد الانعكاسي لنصف خلية الفضة. ليه؟ عشان يأكسد ويختزل الفضة بس. افرضوا ان هنا الساق ده ما كانش فضة نقية، كان فيها بعض الشوائب، اقوم الشوائب دي تتنقل مع الفضة على المعلقة، يبقى معنى كده ان احنا هيبقى في عندنا خلايا جلفانية موضعية على الملعقة وتبتدي تصدي أسرع. ده انا عاوز احميها من الصدى، طب اقوم اعمل ايه؟ لا انا هنا هطبق جهد من البطاريه اعلى قليلا من الجهد الانعكاسي لنصف خليه مين؟ الفضه. ليه؟ عشان ما يقدرش يكسد ولا يختزل الا الفضه فقط. تقوم اللي يترسب على الملعقه او اللي يغطي سطح الملعقه هو الفضه وبس. ممكن نشوف كده مع بعض تمرين على الجزء اللي احنا قلناه ده اللي هو بتاع الطلاء بالكهرباء. نقول مثلا مع بعض، ممكن يقول لي وضح مع كتابة المعادلات الرمزية ماذا يحدث لمحلول نترات الفضة عند تحليله كهربيا في خلية تحليل كهربي، مصعدها من الفضة ومهبطها من الصلب أو من الحديد الصلب. طبعا هنا هو بيسألني على خلية التحليل الكهربي، ولكن
مغير لي شويه في التعبيرات. ماذا يحدث لمحلول نترات الفضه؟ طبعا احنا قلنا محلول نترات الفضه ده اللي هو الالكتروليت هيعمل ايه؟ هيتفكك الى ايونات فضه، ايونات نترات، هتبتدي ايونات الفضه تنجذب نحو القطب السالب اللي هو الجسم المراد طلاءه اللي هو المهبط اللي مصنوع من الصلب، وتتغطى او يتغطى الصلب بطبقه من الفضه نتيجه اختزال الفضه عندها. وفي المصعد هيحدث عمليه اكسده للفضه بتاعت المصعد وتتحول الى ايونات فضه وتذوب في المحلول. وممكن برضو نفس السؤال ده يجي لي بطريقه تانية، اعطيت ابريق من الحديد، اشرح الخطوات التي تتبعها لطلاء هذا الابريق بطبقه من الفضه موضحا اجابتك بالمعادلات الرمزيه كلما امكن ذلك. طبعا هنا لو حبيت اقول الخطوات، ايه الخطوات اللي انا هعملها عشان خاطر اطلي ابريق من الحديد بطبقه من الفضه؟ اول خطوه هنقول يتم تنظيف الابريق جيدا ويوصل بالقطب السالب للبطاريه فيعمل ككاثود لخليه التحليل الكهربي. خطوه رقم 2، يتم توصيل ساق من الفضه بالقطب الموجب للبطاريه فيعمل كانود في خليه التحليل الكهربي. يغمس كل منهما في محلول نترات الفضه ويمرر تيار كهربي جهده اعلى قليلا من الجهد الانعكاسي لنصف خليه الفضه، فيحدث عمليه اكسده عند الانود. ونكتب بقى المعادلات بتاع تفاعل الانود، اي جي 0 وسهم هيدينا اي جي موجب زائد الكترون سالب، ويحدث تفاعل الاختزال عند الكاثود، ونكتب تفاعل الاختزال اي جي موجب زائد الكترون سالب بيطلع لنا ذرات الفضه الاي جي. كده ده اللي هو عمليه الطلاء بالكهرباء. انا عاوز اسال سؤال، لو رجعنا شويه كده للخليه بتاعه التوصيل الطلاء بالكهرباء، لو قلت هنا الملعقه دي الكاثود بتاع خليه التحليل الكهربي، طيب متوصله بمين؟ بتوصله بالقطب السالب للبطاريه. طب هنا القطب السالب للبطاريه ده هو الانود ولا الكاثود في البطاريه؟ برافو عليكم، البطاريه هنا هي خليه جلفانيه، الانود بتاعها هو القطب الايه؟ هو القطب السالب. يبقى اذا الملعقه اللي موجوده في خليه التحليل الكهربي هي الكاثود لانها متوصله بسالب البطاريه، وانما سالب البطاريه نفسه ده من خليه جلفانيه يعمل كانود. طيب ولو بصينا بقى الناحيه الثانيه عند ساق الفضه، ساق الفضه هنا قلنا ده بيعمل كانود في خليه التحليل الكهربي اللي هو خليه الطلاء. ده متوصل بمين؟ ده متوصل بالقطب الموجب للبطاريه. حلو قوي. طب القطب الموجب للبطاريه ده جاي منين؟ ده من خليه جلفانيه. طب في الخليه الجلفانيه القطب الموجب بتاعها هو مين؟ برافو عليكم، هو الكاثود. يبقى اذا انود البطاريه اللي هو القطب السالب متوصل بالجسم المراد طلاؤه اللي هو بيعمل ككاثود في الخليه التحليليه. انما كاثود البطاريه اللي هي الخليه الجلفانيه اللي هو القطب الموجب متوصل بساق الفضه اللي هو بيعمل كانود في خليه التحليل الايه؟ في خليه التحليل الكهربي او في بطاريه في الخليه بتاعه الطلاء بالفضه. طيب نرجع تاني نكمل الدرس بتاعنا ونشوف التطبيق الثاني على التحليل الكهربي اللي هو استخلاص الألمونيوم بالتحليل الكهربي لخام البوكسيت. أنا عاوز الأول أفكركم كده بمتسلسلة الجهود الكهربية اللي احنا كنا درسناها واحنا بندرس الخلايا الجلفانية. فاكرين المتسلسلة؟ كان العناصر المتقدمة في المتسلسلة كنا بنعتبرها عوامل مختزلة قوية. ليه؟ لأن لها جهود تأكسد كبيرة موجبة. أو لو هتكلم عن جهود الاختزال هقول أن لها جهود اختزال كبيرة بالسالب أو جهود اختزال صغيرة بصفة عامة، لأن القيمة السالبة صغيرة. طيب معنى كده إن هم إيه؟ إن دي عناصر نشطة جدا كيميائيا لا يمكن أن توجد في الطبيعة في حالة منفردة. الألمونيوم هو خامس عنصر في متسلسلة الجهود الكهربية اللي موجودة عندنا في الكتاب.
اول واحد الليثيوم، تحتيه الصوديوم والبوتاسيوم، وبعدين المغنيسيوم، خامس واحد رقم خمسة هو الالومنيوم. عشان كده الالومنيوم بيعتبر من الفلزات النشطة. مين اللي هيقدر يختزل الالومنيوم؟ لازم اجيب له عامل مختزل اقوى منه. طب مين العامل المختزل الاقوى من العناصر دي؟ مفيش عندي غير التيار الكهربي. فعشان كده لما هاجي استخلص الالومنيوم من خام البوكسيت اللي هو زي ما احنا شايفين الصيغه الكيميائيه بتاعته Al2O3، هنعمل له عمليه تحليل كهربي، هنحلله كهربيا. ازاي؟ هناخد البوكسيت ده اهو ندوبه في خام اسمه خام الكريولايت. بعد ما نصهره الكريولايت ده اهو هنصهره، اهو صيغته الكيميائيه ال Na3AlF6، يعني لو حبيت اقول الاسم الكيميائي بتاعه هو فلوريد مزدوج لكل من الصوديوم والالومنيوم. الكريولايت درجه انصهاره اقل من البوكسيت، فعشان كده بنصهره الاول وبعدين بنجيب خام البوكسيت ونحطه عليه، فيبتدي يذاب في هذا الخام او في الكريولايت المصهور، فيبتدي يتفكك الى ايونات الومنيوم وايونات اكسجين، وتبتدي تحصل عمليه التحليل الكهربي. طب خام البوكسيت نفسه درجه انصهاره كام؟ درجه انصهاره 2045 درجه سلسيوس. طبعا دي درجه مرتفعه جدا. انا لو حولت بالتيار الكهربي بس اصهر البوكسيت عند هذه الدرجه هيكلفني تكلفه عاليه جدا، فهيبقى المنتجات اللي طالعه من الالومنيوم او الحاجات المصنوعه من الالومنيوم سعرها مرتفع جدا. طب الحل ايه؟ الحل ان انا احط ماده صهاره. ماده صهاره يعني ايه؟ ماده صهاره يعني تخفض درجه الانصهار. الماده الصهاره في الحاله اللي قدامنا دي اسمها الفلوروسبار، والصيغه الكيميائيه بتاعته عباره عن CaF2 اللي هو فلوريد الكالسيوم. طب ده شغلته ايه؟ ده شغلته انه هيخفض لي البوكسايت اللي احنا قلنا عليها 2045 درجه الى 950 درجه بس، يعني هيوفر لي الطاقه بتاعتي لغايه 1000 درجه، وهينزل لي درجه الحراره. طيب ازاي بستخلص الالومنيوم بالتحليل الكهربي للبوكسايت؟ لما يجي يقول لي مثلا ما الدور الذي يقوم به الفلوروسبار عند استخلاص الالومنيوم كهربيا، هقول طبعا يعني 950 درجه. السؤال اللي بعده، او ممكن نسال سؤال، الدور اللي بيقوم به الكريولايت في خليه استخلاص الالومنيوم كهربيا البوكسيت بيذيب خام سوري الكريولايت بيذيب خام البوكسيت. طيب ازاي هنستخلصه؟ هنشوف بس الاول هنا في نقطه بستبدل في العصر الحديث او في الوقت الحالي، بيتم استبدال خام الكريولايت بخليط من فلزات الالومنيوم والصوديوم والكالسيوم، مظهور درجه انصهاره اقل، دي حاجه يبقى هيوفر لي طاقه، والحاجه الثانيه كثافته كمان اقل. هذا المصهور اللي هو من الخليط بتاع الفلوريدات بتاعت الالومنيوم والصوديوم والكالسيوم كثافته اقل الكريولايت. طيب ده هيفيدني في ايه موضوع الكثافه ده؟ انخفاض الكثافه يسهل فصل المخلوط عن بعضه، يبقى لما الالومنيوم يطلع الالومنيوم المنصهر ينتج هعمل ايه؟ هقدر افصله بسهوله عن الخامات الموجود. طيب ايه بقى الخطوات بتاعه استخلاص الالومنيوم بالتحليل الكهربي لخام البوكسيت؟ تعالوا نشوف رسمه الخليه. زي ما احنا شايفين كده عندي اناء او وعاء او حوض من الحديد الصلب المبطن من الداخل بطبقه من الجرافيت، وعندي ده هنوصله بالقطب السالب للبطاريه، فطبعا هيعمل كانه ايه؟ مهبط في خليه التحليل الكهربي. وبعدين عندي هنا مجموعة من السيقان أو الألواح المصنوعة من الجرافيت، ودي هتتوصل كلها مع بعضها بالقطب الموجب للبطارية، وبالتالي هيعمل هذه السيقان كآنود لخلية التحليل الكهرباء. طيب
يبقى عندي دلوقتي الانود عبارة عن سيقان من الجرافيت، والكاثود عبارة عن إناء من الحديد الصلب مبطن بطبقة من الجرافيت. طيب عشان نعمل بقى عملية التحليل الكهربي هنعمل ايه؟ هنبتدي نضيف الأول، نحط هنا مصهور الكريولايت أو الكريولايت نفسه، وبعدين نبتدي نضغط على هذه السيقان لغاية ما تلامس قاع الإناء، فيبتدي يحصل شرارة كهربية. هذه الشرارة تولد حرارة تصهر خام الكريولايت، وبعدين أبتدي أضيف عليه المين؟ البوكسايت. البوكسايت لما هيضاف إيه اللي هيحصل؟ هيبتدي يتفكك، تعالوا أهو زي ما إحنا بنقول كده، عندما يتم خفض سيقان الكربون وإمرار تيار كهربي في الخلية هيبتدي ينصهر خام البوكسايت في قلب الكريو أو المذاب في الكريولايت، ويبتدي يتفكك إلى أيونات ألمونيوم وأيونات أكسجين سالب. طيب الأيونات الموجبة، إحنا اتفقنا في أول حصة خالص لما اتكلمنا في التحليل الكهربي قلنا إيه؟ قلنا إن الأيونات الإلكتروليت بيتميز بإيه؟ بيتميز بإن الأيونات الموجبة بتاعته بتنجذب نحو القطب السالب اللي هو الكاثود، بيحصل لها عملية اختزال. الأيونات السالبة بتنجذب نحو القطب الموجب اللي هو الأنود، ويحدث لها عملية أكسدة. طيب تعالوا نشوف الكلام ده في الخلية اللي عندنا، بيحصل تفاعل الأنود، بيحصل أكسدة لأيونات الأكسجين، الـ O سالب 2، الثلاث أيونات سالب 2 هيتحولوا إلى 3 على 2 O2 وهيفقد 6 إلكترونات منه. طيب في عملية الاختزال عند الكاثود هيختزل أيونات الألمونيوم، والاثنين أيون ألمونيوم موجب 3 هيكتسب 6 إلكترونات ويتحولوا إلى ذرات الألمونيوم. طيب يبقى التفاعل الكلي زي ما اتفقنا عبارة عن إيه؟ هو مجموع المعادلتين دول، فهشيل الست إلكترونات اللي طالعين من عملية الأكسدة مع الست إلكترونات اللي داخلين في عملية الاختزال، ويفضل عندي 2 Al موجب 3 زائد 3 O سالب 2 يتحولوا إلى الألمونيوم، هيحصل له عملية اختزال ويدينا 2 Al 0، والأكسجين هيحصل له عملية أكسدة ويتحول إلى 3 على 2 O2. طبعًا هنا ما أقدرش أضرب المعادلة دي في 2 عشان أخلص من الكسر ده، ليه؟ لأن لو ضربت المعادلة دي في 2 عشان أخلص من الكسر ده هيبقى عندي هنا 12 إلكترون، في حين إن الألمونيوم هيبقى بيكتسب كام؟ 6 إلكترونات بس. أنا لازم الإلكترونات عندي تكون إيه؟ متساوية، الإلكترونات اللي طالعة من عملية الأكسدة تكون هي نفسها اللي داخلة في عملية الإيه؟ في عملية الاختزال. طيب غاز الأكسجين بيروح فين؟ إحنا اتفقنا إن الأكسجين هيروح عند القطب الموجب اللي هو الانود اللي هو سيقان من الجرافيت. طيب ده جرافيت وجنبيه اكسجين في درجه حراره كام؟ في درجه حراره 950 درجه اللي هي درجه انصهار البوكسيت. طيب ايه اللي يحصل؟ يبتدي الجرافيت ده هو يتحد مع الاكسجين اللي ناتج من هذه العمليه ويديني غازات اول وثاني اكسيد الكربون، وهذه الغازات طبعا تؤدي الى تآكل هذه السيقان، عشان كده بنحتاج ان احنا نغير هذه السيقان من حين لايه لاخر. غاز الاكسجين المتصاعد زي ما احنا شايفين كده بيتفاعل مع اقطاب الكربون اللي هي المكونه للانود، وتتكون غازات اول وثاني اكسيد الكربون، لذلك يلزم تغيير هذه السيقان من وقت لايه لاخر. لو حبيت اكتب معادله على الكلام ده ممكن نكتبها كده مع بعض. هنقول عندي 2C زائد 3 على 2 O2 اللي هم الأكسجين اللي طلع هنا، هيطلع لي CO ده غاز و CO2 برضو غاز. طيب ده كده ازاي بنستخلص الألمونيوم. ممكن هنا طبعا يسألني يقول لي ايه؟ يقول لي ما الدور الذي يقوم به مثلا أو خليط فلوريدات الصوديوم والكالسيوم والألمونيوم في عملية التحليل الكهربي؟ هقول له إن هذا الخليط يكون مع البوكسايت اللي هو مكتوب قدامنا هنا الألومينا اللي هو أكسيد الألمونيوم، خليط يمتاز بانخفاض درجة انصهاره وانخفاض كثافته مما يسهل انفصال الألمونيوم في الخلية. طيب
الالومنيوم الناتج هنا هل بيكون نقي ولا غير نقي؟ الالومنيوم اللي طالع من هذه من الخليه دي بيكون درجه نقائه مرتفعه جدا، عشان كده ما بحتاجش الى تنقيته. ولكن في بعض العناصر لما باجي اطلعها من باطن الارض ممكن تكون لها درجه نقاء منخفضه. طب هحتاج ان انا انقيها، هنقيها ازاي؟ هنقيها برضو بالتحليل الكهربي. زي ايه؟ زي خليه تنقيه النحاس من الشوائب. انتوا عارفين النحاس لو درجه نقائه 99%، طبعا هي 99% دي درجه نقاء عاليه جدا، ولكن للاسف ال 1% الشوائب اللي موجوده دي بتخفض من درجه التوصيل الكهربي للنحاس بدرجه كبيره جدا. فعشان كده مش هقدر استخدم النحاس اللي درجه نقائه 99% ده اهو في صناعه الكابلات الكهربيه مثلا. طيب عشان انقيه هعمل ايه؟ دي هنا خليه التنقيه زي ما احنا بنشوفها كده، احنا مصورينها لحضراتكم عشان نبقى يعني نحاول نقرب ليكم يعني الفكره بتاعت التنقيه. فاحنا الغرض من التنقيه اللي هو تخليص الفلزات من الشوائب اللي بتقلل من درجه كفاءتها في التوصيل الكهربي. احنا هنا بنتكلم عن النحاس، ويعني مديني حاجة عشان أتخيل الشوائب دي هتعمل إيه يعني. بيقول لي وجود نسبة ضئيلة جدا من هذه الشوائب اللي زي مثلا الحديد أو الخرسين أو الفضة أو الذهب، لو هذه النسبة لا تتعدى 5 من 1000%، ده هتقلل من كفاءة النحاس في التوصيل الكهربي إلى النصف. طيب عشان أخلي النحاس عندي نقي بعمل إيه؟ بستخدم عملية التحليل الكهربي للحصول على نحاس درجة نقائه 99.95%، خلاص، من نحاس غير نقي قد تكون حتى درجة نقائه تصل إلى 99%. إزاي؟ تعالوا نشوف كده الخطوات بتاعتنا وتركيب الخلية بتاعت تنقية النحاس من الشوائب. زي ما احنا شايفين عندي القطب الموجب للبطارية متصل بالساق أو باللوح من النحاس الغير نقي وبيعمل كمصعد، وفي القطب السالب للبطارية موصلينه بنحاس نقي فعشان كده بيعمل كمهبط، وبنغمس الاثنين برضو في محلول يحتوي على أيونات النحاس. مين محلول يحتوي على أيونات النحاس؟ ممكن يبقى عندي كبريتات نحاس، ممكن يبقى عندي كلوريد نحاس، ممكن يبقى عندي نترات نحاس. فالمهم ان يبقى عندي المحلول اللي تحت ده او اللون الازرق اللي تحت ده هو محلول يحتوي على ايونات النحاس. تعالوا نشوف التركيب بتاع الخليه. الانود قلنا النحاس الغير نقي في شكل الواح او في شكل سيقان. الكاسود هو النحاس النقي بس موجوده في شكل رقائق او في شكل اسلاك رفيعه. الالكتروليت محلول مائي من كبريتات النحاس او محلول يحتوي على ايونات النحاس الثنائي. طيب ماذا يحدث عند مرور التيار الكهربي في هذه الخليه؟ طبعا لما يقول لي ماذا يحدث عند مرور التيار الكهربي في خليه تنقيه النحاس، هكلمه الاول عند الكاسود هيحصل ايه وعند الانود هيحصل ايه. تعالوا نشوف كده ايه اللي هيحصل. احنا عندنا المحلول الالكتروليتي ده هيتفكك الى ايونات نحاس موجبه وايونات كبريتات سالبه، لو بفرض ان ده كبريتات نحاس. ايونات النحاس الموجبه هتروح فين؟ هتنجذب نحو المهبط السالب وتبتدي تحصل عنده عمليه الايه؟ عمليه الاختزال باكتساب الالكترونات وتتحول الى ذرات نحاس. عشان كده نلاحظ ان الرقائق او السلك بتاع النحاس النقي بدا داخل المحلول كتلته او حجمه يزيد نتيجه ترسب النحاس عليه. طيب ايونات الكبريتات، ايونات الكبريتات سالبه هتبتدي تنجذب ناحيه الانود وتبتدي تذيب ذره من ذرات النحاس اللي موجوده على المصعد وتحولها الى ايونات نحاس ذائبه في المحلول. يبقى هنا عملية الأكسدة هتحصل عند الآنود لذرات النحاس وتتحول إلى أيونات نحاس دايبة في المحلول،
وعند الكاثود هيحصل عملية الاختزال لأيونات النحاس اللي كانت موجودة في المحلول وتتحول إلى ذرات نحاس. يبقى الأكسدة والاختزال الاثنين بيحصلوا فين؟ الاثنين بيحصلوا عند للنحاس. طيب الشوائب فين بقى؟ تعالوا الأول نشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده. عند الآنود تتأكسد ذرات النحاس وتتحول إلى كاتيونات نحاس تذوب في المحلول نظرا لأن جهد أكسدتها أعلى من الأنيونات الموجودة حول القطب زي مثلا الايه الهيدروكسيل والكبريتات. طيب ذرات النحاس حصل لها عملية أكسدة وتحولت إلى أيونات نحاس وفقد 2 إلكترون. إنما عند الكاثود إيه اللي هيحصل؟ بتختزل كاتيونات النحاس إلى ذرات نحاس تترسب على الكاثود في صورة النقية لكبر جهد اختزالها، وزي ما احنا شايفين الـ Cu موجب 2 هيكتسب 2 إلكترون ويتحول إلى ذرات نحاس. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل للشوائب. احنا قلنا الشوائب اللي موجودة في النحاس ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون يا إما حديد وخرسين أو فضة وذهب. الحديد والخرسين هتدوب في المحلول، هتتأكسد وتتحول إلى أيونات موجبة، ولكن لا تترسب عند الايه الكاثود. الحديد والخرسين هيدوبوا من النحاس النقي الغير نقي وينزلوا في المحلول ويتحولوا الى ايونات حديد موجبه وايونات خرسين موجبه. بس ليه مش هيترسبوا بقى عند الكاثود؟ قال لي لان جهد اختزالها صعب او عمليه اختزالها صعبه بالنسبه لاختزال مين؟ النحاس. احنا عارفين ان الحديد والخرسين بتسبق النحاس في متسلسله الجهود الكهربائيه. فعشان كده عمليه الاكسده بتاعتها عمليه سهله. ولكن عمليه اختزالها هتبقى اصعب بكتير من النحاس، النحاس عنده قابليه اعلى للاختزال. طيب يبقى معنى كده ان ايونات الحديد وايونات الخرسين هتفضل دايبه فين؟ دايبه في المحلول. طيب وقلنا عندنا ايه تاني شوائب في النحاس الغير نقي؟ قلنا عندنا فضه وذهب. طب الفضه والذهب دول موجودين فين في المتسلسله؟ لازم عشان يعني نفهم لازم نعرف مكان هذه العناصر في المتسلسله. نلتقي الفضه والذهب تحت النحاس في المتسلسله، يعني بتالي النحاس في المتسلسله. يعني معنى كده ايه؟ ان عمليه اكسده النحاس اسهل من عمليه اكسده الفضه والذهب. يبقى الفضه والذهب مش هتتاكسد عند جهد اكسده النحاس، ولكنها تترسب فين؟ تترسب اسفل الانود زي ما كنا شايفين في الشريحه اللي قبل دي. تعالوا نشوف ليه هنا الشوائب بتاعت الحديد والخرسين بتدوب في المحلول وتتاكسد، بيرجع ذلك الى صعوبه اختزالها بالنسبه للنحاس لايونات النحاس، لان احنا زي ما احنا قلنا في الاول خالص ان فرق الجهد اللي احنا مطبقينه هنا هو اعلى قليلا من الجهد الانعكاسي لنصف خليه ايه النحاس. يبقى فرق الجهد يقدر يختزل بس مش هيقدر يختزل الحديد ولا الخرسين. طيب بعد كده كمان ايه اللي هيحصل؟ هو في برضه نقطه هنا احنا بنقولها، يعني الاسود يبقى تناقض ما بينها وما بين ايونات الحديد الموجب وايونات الخرسين الموجب، وبالتالي مش هتقدر تسوي الكسر. شوائب الفضه والدقيق اصلا وهتتساقط اسفل الانود وتزال من قاع الخلية. والسبب كده قلنا ايه؟ لصعوبه اكسده هذه العناصر بالنسبه لاكسده الايه؟ النحاس. طيب من هنا لو حبينا نقول يمكن الاستفاده من خليه تنقيه النحاس، اول حاجه ان انا بحصل على نحاس درجه نقائه 99.95%، دي درجه نقاء النحاس. وفي نفس الوقت ايه كمان؟ في نفس الوقت بتزال فلزات ثمينه زي مين؟ زي الفضه. لو جه سالني سؤال يقول لي ايه؟ أمك سبيكة من النحاس والحديد، كيف يمكنك فصل النحاس عن الحديد من هذه السبيكة؟ أنا هنا ما خدتش حاجة اسمها سبيكة وحفصل، بس أقدر أعمل إيه؟ أقدر أشغل مخي وأقدر أفكر
بطريقة معينة، إن أنا أقدر أفصل النحاس عن الحديد عن طريق الكيمياء الكهربية. إزاي؟ أوصل السبيكة ده بالقطب الموجب للبطارية، هعتبر إن السبيكة دي هي النحاس الغير نقي، وأوصلها فين؟ في القطب الموجب للبطارية، وأروح أجيب سلك نحاس نقي وأوصله بالقطب السالب للبطارية، وأعمل خلية التحليل وأقول له إن هنا إيه؟ السبيكة كلها هتبتدي تدوب في المحلول، النحاس هيدوب ولكنه يترسب أو يرجع يختزل عند الكاثود، والحديد هو اللي هيدوب في المحلول وهيظل أيوناته موجودة فين؟ في المحلول. وأقدر أفكر في طريقة تانية أخدتها في الباب الأولاني خالص بتاع العناصر الانتقالية، اللي هو إيه؟ لو أنا قلت الحديد والنحاس مين فيهم أكثر نشاطا كيميائيا؟ طبعا حتى من مستسلسلة الوجود الكهربية الحديد بيسبق النحاس، وبالتالي يبقى الحديد أكثر نشاط. طيب لو رحت جبت حمض مخفف وضفته على هذه السبيكة، إيه اللي هيحصل؟ الحديد هيتفاعل مع هذا الحمض المخفف ويتصاعد غاز الهيدروجين ويتكون ملح من أملاح الحديد الثنائي. يعني لو مثلا حمض هيدروكلوريك هيبقى كلوريد حديد ثنائي، لو حمض كبريتيك هيبقى كبريتات حديد ثنائي. طب ومين اللي هيترسب؟ يترسب النحاس دون أن يتفاعل مع الحمض الايه؟ المخفف. يبقى أنا عشان أفصل النحاس عن الحديد من سبيكة من النحاس والحديد، السؤال ده على فكرة جه في امتحان ثانوية عامة في سنوات سابقة، وطبعا كانت الإجابة دي صح، وكانت الإجابة التانية برضو صح، الاتنين كانوا إجابات صحيحة. طيب لو شفنا كده مع بعض، نختم الحصة بتاعتنا بتمرين صغير، يقول لي اشرح خطوات تنقية فلز النحاس بالتحليل الكهربي. هقول له إيه؟ هقول له رقم واحد، نصل ساق من النحاس الغير نقي بالقطب الموجب للبطارية فيعمل كآنود في خلية التحليل الكهربي. رقم اتنين، نصل بالقطب السالب للبطارية سلك رفيع من النحاس النقي. رقم ثلاثة، نغمس كل منهما في محلول كبريتات نحاس اتنين. أربعة، نصل نمر التيار الكهربي بحيث يكون الجهد المطبق على الخلية أعلى قليلا من الجهد الانعكاسي لنصف خلية النحاس. وبعدين نقول له عند الآنود يحدث أكسدة لذرات النحاس، ونقول بقى المعادلة سي يو 0 بيدينا سي يو موجب 2 زائد 2 إلكترون، وعند الكاثود يحدث اختزال لأيونات النحاس من المحلول، ونقول سي يو موجب 2 زائد 2 إلكترون بيدينا سي يو 0. ونكمل بقى إن الشوائب، أما الشوائب فهتنقسم إلى قسمين، القسم الأول اللي هو الحديد والخرسين، دول هيتأكسدوا ويدوبوا في المحلول وتظل في شكل أيونات موجبة خلاص، ولكنها لا تختزل عند الكاثود لصعوبة اختزالها بالنسبة للنحاس عند جهد اختزال النحاس. أما أيونات الفضة والذهب مالها؟ فهي لا تتأكسد عند جهد أكسدة النحاس، ولكنها تتساقط أسفل الآنود وتزال من إيه؟ من قاع الخلية. ممكن برضه يجي لي سؤال بطريقة تانية، كيف يمكن الحصول على الذهب الخالص من سلك نحاس يحتوي على شوائب من الذهب؟ أو لو فرضنا مثلا إن إحنا عندنا زي ما قلنا قبل كده سبيكة من النحاس والذهب، فأقدر برضه أستخدم نفس الخلية للحصول على نحاس نقي وأحصل على الذهب الخالص أو الذهب النقي من هذه السبيكة. منين؟ من اسفل الانو او من قاع خليه اسفل الانو. بكده نكون انتهينا اعزائي الطلبه والطالبات من شرح الجزء بتاع الكهربيه اللي هو الباب الرابع في المنهج بتاعنا، وان شاء الله من يوم الاربعاء القادم في ميعاد الحصه بتاعتنا الساعه 12 وربع نبتدي نشرح مع بعض الجزء الخاص بالكيمياء العضويه.